Jim? هون فرض ما انفينيت. واضح من هون انه هذا انفينيت جيرك. اذا هذه عندي هون تي، هذه هون في اوف تي. الاريا راح يعطيك اياها دي، نسميها دي، خلينا نسميها دي اللي هي طبعا تكامل في اوف تاو دي تاو من زيرو لتي. هاي سميها تي 1، سمي هاي تي 1 برجع هذه تي. هو معطيني دي، اذا جيفن راح يعطيني اليوزر دي. حطيتها انا كابيتال عشان اوحي لك انها ايش؟ حطيتها كابيتال عادة انها كونستنت. هو معطيني اياها يعني مش دي اوف تي، هي دي هون كانها كونستنت هي التوتال. وبعدين راح يعطيني هو تي او تي 1. سمي هذه هون تي. اذا جيفن دي ان مترز وتي ان سكندز، يعني كاني عمالي بقول مثلا فرضا عندي بدي ارفع هذا الاوبجيكت مسافه ديستنس من هون وبدي ارفعها في زمن مقداره تي سكندز، اوكي؟ اعطيني الايديال وافترض انه نو ليميت اون توب سبيد، ما في ليميتيشن على هاي سبيد. هيك احنا رح نفضل. طيب خلينا ناخذ شويه ارقام، شو رايكم ناخذ دي؟ ناخذ دي 20 متر، اه؟ يعني اجى قال لي انا هون بدي ترفع لي هذا الجسم 20 متر. شو الزمن المقبول؟ قول 10 ثواني 10 سكندز ونرتفع ب 10 سكندز، اه؟ الان بدنا نرسم الفيلوسيتي تايم بروفايل لهذا السيستم، بدنا نبدا بالمثلثات. الاريا تحته شو راح تكون؟ سكوير 20. اذا لو اخذنا هاي شو راح تكون هذه؟ 10 متر، اوكي؟ ايش وحدة الفيلوسيتي؟ متر بير سكند. اضربها في سكند شو بتعطيني؟ ديسبيسمنت. مضبوط، وحدة الوحدات صحيحة، الاريا صحيحة. إذا 10 متر، هذا مساحة مثلث، المثلث هذا شو بيساوي؟ مساحته الاريا تبعت التراينجل بتساوي تي على 2، مضبوط؟ لأنه هاي كلها تي والسيمتري هاي رح تكون هذه تي على 2، مضروب في ايش؟ في الماكسيمم سبيد. في الماكسيمم سبيد اللي هي سميها في ماكس على الكل على 2، شايفها مساحة مثلث. اللي هي بتساوي تي في ماكس على 4. بس هاي الاريا شو بتساوي؟ هاي نص الديستنس، نص المثلث. مضبوط، اذا هاي شو بتساوي؟ يعني اذا صار عندي نشطب 2 مع 2 بتصير هذه 2 هون وبشيل هاي، صار عندي تي في ماكس شو بتساوي؟ 2 دي. 2 دي. انا شو المجهول عندي؟ في ماكس. في ماكس، اذا في ماكس بتساوي 2 دي على تي. دي قديش؟ 20 2 20 على 10 40 على 10 4 400 متر سكند. 400 متر سكند سرعة عالية طبعا، مبالغة يعني. الجسم عماله بيتحرك، خليه يتحرك على 4 متر بالثانية بسرعة عالية، بس ما فيش مشكلة، خلينا نطلع عليها ونشوف انا شو بيطلع معي التسارع. طيب قديش، كيف بحسب التسارع؟ بنرجع نفس الشيء، هذا مثلث يعني يمكن المفروض لما نكون منطقيين واقعيين هاي القيمة يعني يمكن لازم نزيدها، خلينا نزيدها ل 40 بحيث ننزل هذاك، اظن تنزل ل 10 مش هيك؟ لو زدت هاي تي ل 40 قديش بصير؟ 40 بصير عندي هذا 40، بصير 40 على 40 1 متر بالثانية، هذا رقم منطقي أكثر شوي، ها؟ طيب أنا بدي أطلع وقديش الزمن صار عندي؟ الزمن معطى أصلاً هو قديش؟ 40 سكند، إذا هاي الفترة قديش؟ 20 سكند من هون، وانا سرعتي بدها ترتفع قديش؟ من صفر لواحد متر بالثانية خلال فترة قديش؟ 20 سكند. قديش السلوب؟ إذا السلوب هو ايش هون بالحالة هاي؟ الأكسلريشن، مضبوط؟ قديش بيساوي؟ بيساوي 1 متر بالثانية على 20 ثانية ويساوي 0.05 متر بير سكند. شو صار عندي هلا؟ هي صار عندي ريكوايرمنت، اوكي؟ صارت عندي الريكوايرمنت المطلوبة. ماشي، وقف الآية يا عبد الله.